مولانا بخصوص هي متجوزه من 5 سنين وجوزها بيسيء معاملتها، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل وبتدعي عليه. وبرضه عندنا نصوص جوايريه برضه بتسال نفس السؤال على هل اعتبر مفلسه لو دعوت على زوجي؟ يعني اسئله النهارده بيدعو على الازواج. طيب احنا طبعا الانسان زعلان ان الازواج يوصلوا الزوجات ان هم يدعوا عليهم. انا طول عمري اعرف ان الزوجه وخارج الزوج كده بتدعي له ربنا يفتحها في وشك، كنا بنسمع كلام كده، ربنا يبارك لك في رزقك، ربنا يرزقك برزقنا، بيقولوا كده. فدلوقتي بقى الامر اتغير، وده من الرجال ان ازاي انت تخلي زوجتك اللي هي المفروض العلاقه الحميميه القريبه اقرب واحده تدعي عليك. فبقول بس انا اطلب طلب من السيده اسماء، اقول لها ما ندعيش احسن، لان الدعاء عليه هنستفيد ايه؟ ما لا وانت ما زلت معاه، يعني انا ما زلت معاه وبدعي عليه، طب ما لما يزداد دعاء ويزداد نكبه والعياذ بالله ويزداد سوء ما هيعود عليا. يبقى لي الاصل عندنا ان السيء لا يزال بالسيء، وانما يزال السيء بالحسن. فانا ادعي له، وعلى فكره دي درجه اعلى، يعني هو بيعاملك بالسوء وانت بتدعي له. ده ربنا لما يطلع على قلب الانسان الذي في قلبه هذا يعطيه اجرا عظيما. فانا بقول لحضرتك ما تدعيش عليه، حولي بدل الدعاء السلبي دعاء ايجابي، قولي ربنا يهديه، قولي ربنا يجعله في الحلال، قولي ربنا يرقق قلبه علينا، قولي ربنا يعطفه علينا، قولي ربنا يرجعه الى رشده، وهكذا. لما تدعي كده ورجع بقى احسن ليه واحسن ليكي واحسن للاولاد واحسن للبيت كله. ونفس الكلام للاستاذه جويريه طبعا. الاستاذه جويريه بس الكلام يعني معلش هي بتقول ده هي مش طايقاه لانه اساء اليها كثيرا. احنا قلنا الدعاء الاحسن ان احنا ما ندعيش. الاكرم من باب الاحسان ان تعامل من اساء اليك بالحسنى. ولكن الانسان مش طايق خلاص، نقول طب حسبنا الله ونعم الوكيل بس، انما ما تدعيش عليه يحصل فيه كذا ويحصل عليه فيه. لا، انا عاوز لما نعمل كده نقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ده لو انا اضطريت ان انا ادعو، انما الاحسن ما ادعيش. طيب ده بيتعارض مع حديث المفلس. حديث المفلس لما انا اسيء اليه اشتم اسب اعمل، ده يتعارض معاه. انما انا مظلوم، ولكن عاوز اقول لحضرتك سيدنا النبي قال ايه؟ من دعا على ظالمه فقد انتصر. يعني لو دعيت على الظالم بتاعك انت انتصرت وخدت حقك. طب انا بعمل ايه؟ انا مش هدعي عليه، يا اما ادعي له يا اما اقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هو كافيني. طب لو دعيت له يا مولانا؟ لو دعيت له اجمل. لذلك بنقول ان البيوتات الان تقام على تقوى النساء والمؤمنات والسيدات الصالحات اللاتي اذا اساء الازواج هن يصبحن سوءات او سوء ازواجهن. فانا بادعو السيدات وهم فضليات جميعا، الازواج ممكن في كتير منهم اخلاقهم سيئه، عاملوهم كما كان يتعامل صلى الله عليه وسلم، ما أساء إليه أحد قط إلا عامله بالحسنى. بس ده ما تخشيش حضرتك في حديث المفلس طالما في الشاب سب أو شتم.